بتواجد 17 لاعباً فقط، غادرت صباح هذا اليوم بعثة المنتخب الوطني إلى إستونيا للقاء منتخبها يوم الثلاثاء القادم استعداداً لنهائيات كأس آسيا القادمة، حيث سمح المدير الفني للنشامة ري ويلكنز للاعب حسن عبد الفتاح بالعودة إلى ناديه الإخريطيات بعد أن قام الأخير بتهديد اللاعب بفسخ عقده في حال لم يعد إلى قطر اليوم، الأمر الذي تفهمه ويلكنز واستبعده من التشكيلة التي توجهت إلى إستونيا. وتضمنت الأسماء تواجد كل من معتز ياسين، أحمد عبد الستار، عدي زهران، بهاء عبد الرحمن، محمد مصطفى، شريف عدنان، سعيد مرجان، محمد الداود، يوسف الرواشدة، ثائر البواب، منذر أبو عمارة، حمزة الدردور، عبد الله ذيب، سمير رجا، صالح راتب، أنس بن ياسين ومحمود زعترة. ويأمل الإنجليزي ويلكنز بالظهور بصورة أفضل من مواجهة المنتخب الكوري والتي انتهت لصالح الكوريين بهدف دون رد.